السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنشوف القصة الرابعة المقترحة في موديول Guided Reading إسوان، اللي هي إيكو باي ليلى العلامي، واللي هي كاتبة معاصرة مغربية الأصل تزادت في الرباط في 1968، كتقري في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. هادو بعض الأعمال ديالها: Hope and Other Dangerous Pursuits، Secret Sun، The Other Americans. وهاد إيكو تنشرت لأول مرة في جريدة The Guardian بعد 10 سنين من أحداث 11 سبتمبر 2001، واللي ما عقلش على هاد الحدث فهو منين زوج ديال الطائرات خطفوهم المنفذين للهجمات ودخلوا في جوج ديال الأبراج ديال التجارة في نيويورك، والتالتة ضربات المبنى ديال البنتاغون. أمريكا اتهمت تنظيم القاعدة بتنفيذ الهجمات وخداتها ذريعة باش دارت حرب على أفغانستان في نفس العام وفي غزو العراق في 2003، الشيء اللي كيثير الشكوك حول هاد الهجمات، وكاين اللي كيعتبرها مفبركة باش الولايات المتحدة الأمريكية تلقى السبة باش تهجم على هاد الدول. وطبعا العراق راه زادوا سبة أخرى، اللي هي أن صدام حسين عنده أسلحة ديال الدمار الشامل في البلاد ديالو، وهكا باش برروا الدخول ديالهم للعراق. ما علينا، القصة ديال إيكو داخلة في القصص اللي كيعودوا على حاجة عندها علاقة بهذا الحدث، وإيكو كتعني صدى الصوت، الصوت اللي كيبقى يتعاود إلا كنتي في شي بلاصة خاوية، كتقول شي كلمة كتبقى تسمعها كتعاود. ولكن هنا في القصة كاين صدى الذكريات، البطلة ديال القصة منى كيبقى يتعاود عندها ذكريات متعلقة بالماضي ديالها. القصة معودة بثيرد بيرسون ليميتد، مركزة على الشخصية ديال منى، والسيتين هو بيبي سيتي فين كتعيش منى، مدينة في أمريكا، وأغلب الأحداث دازو في المنزل ديالها، وكاين أختها آمال كتعيش في سان فرانسيسكو. ومنى هي الشخصية المحورية، مغربية عايشة في أمريكا، وأختها اللي صغر منها آمال نفس الشيء، وعاد كاين بيري جندي سابق شارك في الحرب على العراق. ونوع الصراع في القصة داخلي internal، لأن منى كتحاول تعيش مع الصدمة ديال ما بعد الأحداث ديال 9 سبتمبر، ومع فقدان العمل ديالها كأستاذة بعد ما كتبت واحد المقال على الإرهاب. بالنسبة اللي ما قراش القصة، هادو هما التفاصيل ديالها. منى كانت في المنزل ديالها كتقلب على شي حاجة ما تكال، حتى صونا الباب حلات، لقات The Delivery Man اللي عطاها واحد الباكج جايها من اختها امل. كما العاده هي ديما كتصيفط ليها حويجات بحال هكا كل مره، وشنو؟ ومنى كتسائل كيفاش امل كتلقى الوقت لهذا الشيء وهي خدامه عالمه في مختبر طبي وخدمتها كتاخذ ليها بزاف ديال الوقت. داس بينها وبين ديليفري مان واحد المحادثه قصيره، ودغيا سدات عليه الباب ومشات دخلات، هزات الباكج لقات فيه واحد الالبوم ديال التصاور ديال والديها وقت اللي كانوا قبل ما يتزادوا عندهم وليدات. وتما بدات كتلاحظ شي حويجات، منها ان الوالد ديالها طاهر هز سيجاره في الضوء وهي ما كانتش عارفه اصلا بلي كيكمي، وكانت عاقله عليه حشومي ومكالمي، ولكن الملامح ديالو في الصوره كتقول العكس. والعكس بالنسبة لامها زهرة اللي عقلت عليها كامرأة عندها شخصية قوية، وفي الصورة كيبان انها حشومية وما كتشوفش كاع النيشان في الكاميرا. وكانوا تما تاني شي تصاور ديالهم وهما في اكادير. اتصلت باختها سولتها منين جاوها هاد التصاور، قالت لها باللي كانوا في واحد الحقيبة جابتها معاها ملي رحلوا وبقاو كيتذاكروا عليهم واحد شوية، وهي تسولها اختها شنو كدير في الظرف هاد الوقت، علما انها كانت كتكون في الخدمة. جاوبتها باللي الطلاب ديالها خدامين على مشاريع ديالهم في هاد السيمانة، وباللي هي عندها عطلة، وخبات عليها الحقيقة ديال انها كانت خدامة كأستاذة ديال التاريخ لفترة تجريبية، وكانت كتسنى ترسم، ولكن بسبب واحد المقال على الارهاب نشرته في واحد الجريدة ما بقاش غيتحقق لها هاد الشي اللي بغات، وخاصها تبدا تقلب ثاني على خدمه. وفكرات في الظروف القاسيه اللي عاشتها وهي كتنقل من بلاصه لبلاصه باش تكمل قرايتها، وتاني الى لقات وظيفه في مكان اخر غادي تضطر انها تنتقل تاني، وقارنات راسها باختها اللي بقات في شقه وحده حتى تخرجات، و13 عام دابا هادي وهي ساكنه في دارها الحاليه، و10 سنين وهي محافظه على خدمتها. هادشي خلاها تخبي عليها وما تقول لها والو. قالت لها امل باللي
غتهدي للاب ديالها واحده من دوك الصور نهار عيد ميلاده، وهي كانت كتفكر تهدي ليه كتاب على الهندسه حيت بان ليها بلي كان كيدوي على هذا الموضوع بزاف، ودابا بان ليها بلي غتعجبو الصوره ديال اختها اكثر من الكادو ديالها هي اللي هو عباره عن كتاب. منى تزوجات من واحد كانت كتقرا معاه وتفارقوا قبل ما تسالي قرايتها. وتاني منى ما كانتش كتعرف بزاف ديال الحوايج على والديها، ماماها ماتت وهي في عمر 13 سنه وهي كانت كدير لها عمليه جراحيه. كانت عارفه بلي والديها كانوا معارضين وتسجنوا في المغرب، وفي 1981 انتقلوا للولايات المتحده وعاشوا في لوس انجلوس، وهي توجهت لدراسه التاريخ كنتيجه للتكتم ديال الوالد ديالها على الماضي. سولتها امل على واحد السيد في الصوره، حتى وحده فيهم ما عرفاتو. مهم منى ولات كتجنب اي بلاصه غتلاقى فيها بالاساتذه والطلاب، كتخرج على رجليها البلايص كانت كدوز فيهم قبل غير بالطوموبيل، وكترجع للدار اللي شراتها فاش كانت عواله غادي تبقى خدامه تما. ولكن دابا ولات كتفكر تبيعها حيت ولات مخصوصه. ضربات طليله اخرى على الالبوم، وبقى حاصل ليها في بالها باللي كتعرف داك السيد اللي دوات عليه هي واختها، ولكن والو ما قدرتش تقشع شكون هو. الغد ليه كيجي تاني ديليفري مان جايب ليها كتاب دومونداتو قبل، وسولها على واش الاسم ديالها عربي، قالت له اه باش عرفتي، قال ليها باللي راه كان في العراق وبالضبط في بغداد، دوز تما 3 سنين. دخلت وهي كتفكر في بغداد كي كانت وكي ولات بسبب الحرب، وتفكرت بلي الاب ديالها كان فيها. وفي هذيك اللحظه طاح في بالها واحد الكتاب، قلبت عليه ولقاتو فيه شي معارضين مصريين. اتصلت باختها وعلمتها على انها لقات الراجل اللي كان في الصوره مع والديها، وبلي سميتو محمود عبد الله، كان ماركسي تابع للمذهب الماركسي ديال كارل ماركس، الى عقلتو عليه راه قريتوه في الباك، وكان كينتقد انور السادات، يعني كان معارض ليه، وتم الاختطاف ديالو في 1975 في القاهره. قالت منى بلي لا بد وان الاب ديالها غيكون تلاقى بهذا السيد في شي مؤتمر في بغداد. اختها جاوبتها بلا مبالاة الموضوع، قالت لها واش بقى جاية لعيد ميلاد ديال زاك. زاك هو ولد امل اللي سميتو زكريا، واختصارا كيقولوا ليه زاك، وفهمت بلي تا هي بحال الاب ديالها ما بغاتش تدوي على الماضي. نهار اخر منى تقدات ورجعت للدار كتدخل المشتريات ديالها، وجاتني الدليفري مان اعطاها صندوق جايها تاني من اختها، وعاونها دخلات التقضية. فتحات داكشي اللي صيفطات ليها اختها، لقاتو هو ديك اللوحه اللي كيحطوها فوق المكتب وكيكتبوا عليها سميتهم، مكتوبه عليها الاستاذه منى بن يحيى، ومعاها اللوغو ديال المؤسسه فاش كانت خدامه. منى نسات باللي الدليفري مان كاين معاها، وقالت باللي ما محتاجاش لديك الشاره وحطاتها في التراش بين. فاش مشى الدليفري مان اتصلت باختها كتشكرها على اللوحه اللي رسلت ليها، قالت ليها امل باللي كانت في شكل في المكالمه الاخرى اللي دازت بيناتهم، وصيفطات ليها هذه الهديه على الله تحسن من المزاج ديالها. منى كانت كتشوف واحد الشجره ديال الجاكاراندا اللي بداو كيطيحوا اوراقها، وهي كتعاود لاختها على كاع داكشي اللي كانت مخبياه عليها. القصه طويله بزاف، ما بقى لها والو تولي نوفيلا. الله يعز دبلو ستونز. بالنسبه للثيمز كاين The Lingering Echoes of Trauma، الآثار ديال الصدمة اللي كتبقى مرافقة لواحد حياته كاملة بسبب شي حادث ولا شي كارثة، كيبقى ديما يتفكر داكشي وكينعكس سلبا على الحياة ديالو. Resilience and the Human Spirit، واخا هكاك الواحد كيحاول يتأقلم مع الوضع، كيقاوم ويصمد ويعيش حياته وينغمس في حوايج اللي يخليوه يبعد على التفكير في هاد الشي. The pursuit of understanding، السعي وراء الحقيقة وفهم الأمور اللي ما كيتحققش دائما. The importance of remembrance، الأهمية اللي عند التذكر ديال الأحداث، والقصة بحد ذاتها ذكرى لهذا الحدث ديال 11 سبتمبر والتبعيات ديالو. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.